وللمزيد حول جدول جلسة البرلمان لليوم ينضم إلينا مراسلنا من مبنى البرلمان العراقي بدر الركابي. أهلا بك بدر. إذن وسط ترقب بدر في الشارع العراقي للمضي نحو إقرار قانون الموازنة العامة وقانون العفو العام، جدول أعمال الجلسة لليوم يخلو من مناقشة القانونين، أطلعنا على الأسباب بداية. نعم حلا، تحية لك وتحية لجميع السيدات والسادة المشاهدين. نحن داخل مبنى البرلمان لغاية الآن ننتظر بدء جلسة مجلس النواب، الجلسة الثانية والعشرين من الفصل التشريعي الأول لسنة التشريعية الثانية. كان من المقرر أن تبدأ الجلسة كما حدد في جدول أعمال هذه الجلسة عند الساعة 11 صباحا، ولكن لغاية الآن أجراس البرلمان كما تسمعين حاليا تقرع من أجل دعوة البرلمانيين من أجل الحضور إلى داخل القاعة والشروع بالجلسة قبل أكثر من 45 دقيقة من الآن. أرجى رئيس المجلس محمد الحلبوسي يعني تأجيل الجلسة إلى نصف ساعة، ولغاية الآن لم نشهد اكتمال للنصاب داخل الجلسة نتيجة لانشغال النواب فيما يتعلق بالاجتماعات الخاصة بقانون الموازنة. نتحدث عن جدول أعمال يتضمن 6 فقرات، هذه الفقرات تتضمن 4 قراءات ثانية لمشاريع قوانين، وأيضا قراءة أولى لمشروع قانون آخر، وأيضا التصويت على أحد القوانين. بالتالي لدينا 6 فقرات، ولكن هذه الفقرات تخلو من يعني التصويت على قانون الموازنة. هذا الأمر ناجم لنتيجة استمرار المناقشات فيما يتعلق بالقانون داخل اللجان النيابية. اليوم كان هناك اجتماع للجنة المالية مع رؤساء اللجان النيابية من أجل التباحث حول آخر اللمسات الأخيرة فيما يتعلق بالقانون. أيضا كان هناك اجتماع آخر للجنة الأقاليم مع عدد من المحافظين، جل المحافظين حضروا اليوم إلى مبنى البرلمان باستثناء محافظ ديالى لم يحضر إلى مبنى البرلمان. أيضا تم المناقشة في هذا الاجتماع بمخصصات المحافظات، أيضا فيما يتعلق بميزانية المحافظات والمشاريع واستمرارية إكمال هذه المشاريع فيما يتعلق بالتخصيصات المالية الخاصة بها في الموازنة. بالتالي نتحدث عن دور فعال هنا داخل البرلمان. ونتحدث أيضا بدر إذن عن جلسة روتينية، هذا يعني أن السجال السياسي ما زال محتدما بشأن القانونين سواء العفو العام أو حتى الموازنة، فهل فرص تمرير أحد القانونين ستكون يعني في القريب العاجل الفرص أكبر، وماذا بخصوص تشريع قوانين مهمة ومرحلة أخرى أيضا؟ يعني تحدثنا من حيث انتهيت فأن لدينا العديد من القوانين، تحدثنا عن أكثر من 7 قانون معطل ومرحل من دورة إلى أخرى ينتظر الإقرار، ولكن قد يتوقف نتيجة لعدم حصول التوافق السياسي عليه. أما فيما يتعلق بقانون الموازنة فالسبب هو قد لا يكون سياسيا بقدر ما هو يتعلق بعمل المجلس، ومن أجل مناقشة وأيضا إكمال الملاحظات فيما يتعلق بتفصيلات هذا القانون. هناك اختلاف بين رؤية حلب، بين رؤية البرلمان وبين رؤية الحكومة عند تشريحها لمسودة ومشروع هذا القانون. هذا الاختلاف هو ما جعل الأمر يطول هنا داخل البرلمان. نتحدث عن مناقلات في أبواب الموازنة، نتحدث عن موازنات لعدد من الوزارات فيها تضخم كبير مقارنة بعدد من الموزارات، الموازنات التي تحتاج أيضا إلى تخصيصات إضافية. مثلا تحدثنا عن وزارة الزراعة فتخصيصها هو 1% فقط. هناك اجتماعات غجارية لغاية الآن داخل لجنة الزراعة من أجل تكثيف ويعني الحوارات مع الجهات المعنية لزيادة يعني المخصصات فيما يتعلق بوزارة الزراعة، بالإضافة أيضا إلى الوزارات الأخرى، أيضا فيما يتعلق بوزارة الكهرباء والتأكيد على جزئية الجباية من أجل أيضا إضافة بعض التخصيصات للوزارة من ضمن حصصها داخل قانون الموازنة. بالتالي لدينا أشكاليات عديدة. كنت قبل قليل في اللجنة المالية تحدثت مع عدد من النواب، أحد النائبات داخل اللجنة أكدت لي بأن بحدود يعني 10 أيام أو 15 يوم سيتم الوصول إلى موعد يعني التصويت على قانون الموازنة داخل البرلمان. بالتالي نحن بحسب ما يتحدث أعضاء يعني اللجنة المالية النيابية نحن بانتظار وعلى موعد يعني بقرابة 2 أسبوع من أجل الوصول إلى الجلسة وتحديد الموعد المبدئي. هذا فيما يتعلق إذن بالموازنة، ماذا بخصوص التوافق هذا القانون؟ وأيضا
فيما يتعلق بإنهاء الاتفاق السياسي. نعم، ماذا بخصوص التوافق على مواد وفقرات قانون العفو العام أيضا؟ هل صحيح بأنه تم التوافق على 50% فقط من فقراته ويتم العمل على تعديل الفقرات الأخرى المتبقية؟ جل عمل البرلمان حاليا منشغل في قانون الموازنة. هذا الأمر فيما يتعلق بقانون العفو العام يحتاج إلى توافق سياسي. التوافق السياسي غير حاصل لغاية الآن. هناك تغييرات طرأت على يعني اتفاقات الكتل السياسية. قبل تشكيل الحكومة الحالية كان هناك اتفاق على ضرورة تمرير هذا القانون ضمن الاتفاق السياسي الذي نص عليه تشريح هذا يعني تشكيل هذه الحكومة، لكن بعد التشكيل هنا حصلت هناك اختلافات بين مواقف الكتل السياسية، بالتالي نحتاج يعني داخل مبنى البرلمان كما تحدث مع عدد من النواب إلى اتفاق سياسي جديد، بالتالي هذا يؤشر ويشي بأن يعني القانون قد لا يحسن في المنظور القريب وإنما بالمنظور البعيد نتيجة لغياب الاتفاق السياسي، ومن ثم البدء بمناقشة القانون وفقراته فيما يتعلق بالفئات المشمولة فيه وأيضا الفقرات الأخرى التي يعتقد بعض النواب بأنها ملغمة، تحتاج أيضا إلى بعض التفصيلات، إلى بعض الإيضاحات، إلى بعض التعديلات. شكرا بدر. وبالتالي ملخص هذا الأمر هو إشارة بأن القانون قد لا يحسم قريبا. من مبنى البرلمان العراقي مراسلنا بدر الركابي، شكرا جزيلا لك.